السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الدكتورة ختان من فريق دنتوماجيك أكاديمي. راح أبلش وياكم اليوم بسلسلة محاضرات البريودونتك للمرحلة الخامسة. هاي السلسلة عبارة عن مجموعة من المحاضرات مهمة تحكي لي عن شلون أتعامل ويا كل بيشنت يعاني من بريودونتال ديزيز. بس بهذه المحاضرة الأولى تعتبر الأساس بالكلينيك مالتي، اللي هي شلون اسوي اكزامينيشن لهذا البيشنت اللي يعاني من بيريدونتال ديزيز، وشلون اتوصل الى دايجنوزز مضبوط حتى اتوصل الى تريتمنت بلان مضبوطه. طبعا راح نعرف شنو الخطوات اللي راح نسويها اثناء الاكزامينيشن. اول شغله اخذ من البيشنت هي الميديكال هيستوري. الميديكال هيستوري تعتبر فد شغله كلش مهمه، لازم اسويها بكل كلينك، لازم اسويها ويا كل بيشنت يجيني. الميديكال هيستوري فد اساس لازم اخذه من البيشنت. ليش؟ لأنه بعض المشاكل اللي ألاحظها بالفم مالت البيشنت ممكن تدل على مشاكل سيستميك، يعني مشاكل بالصحة العامة مالته، أو بالعكس أنه البيشنت اللي يعاني من مشاكل بالصحة مالته ممكن يأثر على العلاج مالته اللي راح نعطيه. فبهذا أنه أنا إذا أخذ من الميديكال هيستوري بشكل مضبوط وأتعامل وياه بشكل مضبوط قبل لا أبلش العلاج مالتي، راح أكون أني أشتغل بالسيف سايد اللي يعني يفيدني ويفيد البيشنت. الميديكال هيستوري هو لازم اسويه بالفيرست فيزيت لما البيشنت اول ما يجيني. انا لازم اخذ الميديكال هيستوري قبل لا اخذ كل شيء. الميديكال هيستوري له فوائد. انه شنو هي الفوائد؟ اولا انه البيشنت اللي يعني اقدر احصل على مجموعه من المعلومات من البيشنت. اذا البيشنت اول شيء اذا البيشنت عنده فد ديزيز معين ويعالجي من الفيزيشن، لازم حتى اذا انا احتاج فد شيء، اذا احتاج تحليل، اذا احتاج اتاكد من شيء، اتواصل ويا الفيزيشن مالته. اثنين انه ينطيني، لازم اخذ من البيشنت فد هيستوري مضبوط عن الهوسبيتاليزيشن اوبريشن اللي سواها، عن مجموعه العمليات اللي سواها وشنو هي وشنو نتج عنها. مثلا اذا عندي صار عندي هيموريج بهاي العملية، اذا عندي صار انفكشن، اذا عندي اي كومبليكيشن صارت بهاي العملية اللي سواها. بعدها اخذ كل الميديكيشنز اللي راح يعني اللي جاي ياخذها واللي كان ياخذها مثلا سابقا، واشوفه ايش قد الديوريشن مالتها، ايش قد ياخذها. ومثلا اذا اجاني البيشنت وهو عنده هذا الديزيز اسئله انه ما اخذ الادويه مالته حاليا ولا. بعدها اعرف من خلال الميديكال هيستوري اعرف كل الميديكال بروبلمز، مثلا اذا عنده كارديوفاسكولار ديزيز، هيماتولوجيكال ديزيز، اندوكرين ديزيز، واعرف اذا عنده انفكشوز ديزيز حتى احمي نفسي واحمي الستاف مالتي. اذا عنده مثلا الاحظ انه اسئله انه اذا قبل مسوي فت اوبريشن اسئله انه صار عنده بليدنج، مثلا نوز بليدنج، مثلا برونج بليدنج فروم ماينور كاتس، اذا عنده سباتي ماسك كوماسيس، اذا عنده فت كدمات صارت، اذا عنده فت نزف داخلي وغيرها. اذا البيشنت عنده مثلا الرجي يعني لادويه معينه، مثلا يعني سواء كانت لأدوية ميديكيشن أو كانت إلى فد مواد طب الأسنان، مثلا البيشنت اللي عنده حساسية من الأكريليك، البيشنت اللي عنده حساسية من الأسبرين، ذني كلهن أجمع المعلومات حتى أني مثلا من أجي أسوي البيشنت الروبوس أسوي له فد طابعة بالأكريليك أو سبيشال تراي بالأكريليك، من أجي أرتفع من وياه بالأكريليك لازم أتجنبه لأنه هذا البيشنت عنده خبر سنسيتيف ممكن يوقعني مشكلة. الانفورميشن اباوت نيدز فور ريكوردينج اسيت اور بيورتي اون ا فيميل، مثلا البيشنت اللي عنده مثلا البيشنت البرينانسي اسالها انه هي صار عندها فد مشاكل، صار عندها فد يعني اخذ الميديكال هيستوري مالها اقولها انت برينانت لو لا، اذا مثلا برينانت انا لازم يعني بهاي الفتره او فتره البيورتي مرحله البلوغ هذا البيشنت هنا يكون يعاني من فد مشاكل خاصة بذول المراحل، فأني لازم آخذ العمر يعني بالمضبوط وآخذ المعلومة مالت البيشنت بالمضبوط، إنه البيشنت إذا كانت حامل أو لا، البيشنت هذا إذا مثلا إذا يجينا عنده أوفر جروث أو عنده جنجيفايتس أسأل عن عمره شقد، إذا مثلا يقول لي 14-15 أعرف إنه هاي هو خلال فترة البيوبرتي، فهذا الشيء كلش طبيعي إنه يصير. فعلى هذا الاساس انا راح احدد التريتمنت بلان مالتي صحيحه. الفاميلي ميديكال هيستوري، فاميلي ميديكال هيستوري يعني انا اسال البيشنت انه مثلا ابوك امك عنده فد هذا الديزيز كان قبل، او يعني
عندكم فد أساس وراثي لهذا الجزيز؟ أسئلة حتى أعرف يعني هذا وراثي شيء أو لا. زين، أنه شنو الأشياء اللي تترتب على ميديكال هيستوري؟ يعني أنا إذا ما أخذت ميديكال هيستوري أو إذا أخذت، شنو الأشياء اللي راح أستفاد منها؟ أو يعني شنو الأشياء اللي تترتب عليها؟ أولاً، إن medical problems can be increased susceptible for very dental disease. يعني مثلاً عند diabetes patient والHIV patient human immunodeficiency virus disease، هذا البيشنت اللي عنده هيج فهو هذا يكون dental disease مالته نسبتها أعلى بالمقارنة مع الناس الطبيعيين. عندي الميديكال هيستوري كان هذا بريدونتال اند اذر اورال مانيفيستيشن، مثلا عندي اللوكيميا والميوكاردييال ماس ديزيز، دول عندهم في اورال مانيفيستيشن داخل الفم تتنبأ لي انه هذا البيشنت عنده لوكيميا، او تدل لي على انه هذا البيشنت عنده ميوكاردييال ماس ديزيز. اشوف انه بعض الميديكيشن اللي اوصفها للبيشنت يعني تكون لها علاقه بالبريدونتال سايد effects، يعني يسوي لي فد آثار على الجنجافة، مثلا الكالسيوم كانال بلوكر بالدوئين يسوي لي اوفر جروث بالجنجافة. فمثلا يجيني البيشنت يقول لي انا جاي اخذ كالسيوم كانال بلوكر او اخذ بالدوئين، لازم اعرف انه هذا الاوفر جروث اللي صاير عند الجنجافة هو بسبب ذول الميديكيشن، فاعدل عليها او اقلل الدوز او استبدلها او اسوي لها فتحة، او اذا البيشنت يعني يقدر يقطعها فخليه يقطعها. The regulations for taking above communication during the after treatment. مثلا البيشنت اللي عنده من diabetes، هذا البيشنت يعني يكون عرضة لأنه يصير عنده infectious disease أثناء العلاج مالتي، فأنا أعطيه antibiotic prophylaxis يعني قبل العملية حتى أتجنب. كذلك البيشنت اللي ياخذ anticoagulant، البيشنت اللي ياخذ coagulant anticoagulant، فهذا هنا البيشنت راح أخليه يوقف العلاج، يعني بعض العلاجات اللي تحتاج توقف قبل العملية أسوي لها توقف حتى ما تأثر على العلاج مالتي. treatment certain condition risk for additional risk for team، مثلا البيشنت اللي عنده ال HIV إنه هذا البيشنت أخاف منه إنه هذا البيشنت هذا ال disease اللي عنده انتقالي، ممكن ينتقل إلي، ممكن ينتقل للستاف مالتي، فأنا حتى أكون بالسيف سايد لازم أخذ medical history وأتعامل ويا ال disease مالت البيشنت systemic حتى أسوي علاج ال oral cavity بشكل مضبوط وحلو وآمن. الخطوة الثانية بعد ما أخذت medical history وجمعت معلومات الخاصة بالصحة العامة للبيشنت، هنا راح أخذ dental history. dental history إنه أشوف البيشنت هذا أول زيارة إلى لو، يعني أخذ عدد الزيارات مالت البيشنت وشنو سوى بيهم، عدد زيارات البيشنت للطبيب اللي قبلي اللي رايح له، وأشوفه يعني شنو سوى خلال هاي العمليات خلال هاي الفيزيت مالته. عندي البيشنت أورال هايجين، لازم ألاحظ أول ما ألاحظ بالبيشنت يعني بالأورال كافيتي لازم أشوف البيشنت أورال هايجين إنه يزينه ساعد له. لا مثلا البيشنت اللي يجيني يريد يسوي اللي يريد يسوي مثلا شنو، مثلا يريد يسوي بريدج أون كراون، هذا بريدج أون كراون يحتاج إلى عناية، يعني البيشنت لازم يكون أورال هايجين مالته جود أو يعني قريبة من الجود، أو البيشنت يلتزم بالتعليمات. فأنا إذا شفت البيشنت أورال كافيتي مالته مو حلو، يعني الأورال كافيتي ما يساعد إنه أسوي له كراون أندر بريدج، فما أسوي له مثل هيك بيشنت، أو أوصي وأنطي مهلة إنه أشوف التزم بالتعليمات لو لا. وكذلك إنه أسوي البيشنت إذا يستاني يسوي براش يعني براشينج، إذا يستخدم دنتال فلوس، إذا يستخدم إريجيشنز وغيرها، يعني أخذ المعلومات تخص الأورال كافيتي مالت البيشنت. بعد إنه أسأل البيشنت إذا مسوي أورثو أو لا، أو أسأل البيشنت إذا مسوي يعني إذا يعاني من pain بالتيث أو الجنجايفة فخليه حدده إلي. إذا أشوف إذا إنه عندي presence of any gingival bleeding، يعني البيشنت مثلاً عنده مثلاً بيشنت ديابيتس، مجرد ما أسوي بروبا على الجنجايفل على الجنجايفل يعني جنجايفل على الجنجايفل مالت البيشنت، هنا راح يصير عندي bleeding. والبليدنج هذا ممكن يكون excessive bleeding، أو أسأل البيشنت إنه لما نسوى operation قبل صار عنده excessive bleeding، صار عنده في المشاكل، صار عنده complication، كل ذي المعلومات أخذها قبل لا أبلش العلاج مالتي. ألاحظ أيضا الباد تيست أو الباد أدر مالت البيشنت، لأنه هذا الباد أدر ممكن إله علاقة relation with the systemic disease. مثلا البيشنت اللي عنده diabetes هنا عنده باد أدر فظيعة، وهكذا.
كذلك انه اذا عندي food impaction يعني مثلا هاي الباد ادر اللي تجي من مناطق صاير بها food impaction، هذا food impaction صاير بتعفن وهذه، فصاير عنده باد تيست مو بسبب systemic disease. اذا عندي مثلا patient يعاني من difficulty for chewing، او اذا عنده tooth mobility، او اذا عنده paroxysm، او اذا عنده باد habit، كل هذني اجمعهم حتى يعني حتى تساعدني بالdiagnosis المضبوط. أشوف إذا البيشنت عنده مثل ما قلنا dental habits مثلا grinding, lynching، وأشوف السبب حتى أعالج السبب حتى أتخلص منها، حتى أتخلص من tooth wearing results. أشوف بعد شنو أنا البيشنت history previous periodontal problem، أنا أشوف البيشنت قبل صاير عنده fit condition معينة بالperiodontal tissue، وإذا مسوي علاجات مثلاً surgical أو non surgical مثلاً scaling، إذا مسوي gingivectomy أو غيرها، كل هذني لازم يمنحن إلي. إذا أشوف إن ال patient مثلاً إذا عنده removal processes، حتى مثلاً إذا أشوف ulceration أو مشاكل صايرة بالبون، إنه أتأكد إنه هذا بسبب removal processes اللي كان يلبسه مثلاً، وأشوف إذا ال patient مسوي implant ولا. بعدها راح أسأل عن social history. social history يعني ال history المجتمعي مالته الاجتماعي، يعني إنه هذا البيشنت وين يشتغل، هذا البيشنت شنو عنده من habit، البيشنت هذا smoking long لا، خلينا نعرف إنه شنو هذا الفائدة من هذا social history. إنه smoking history can be included not only other patient or the current smoker but also if they have smoking is a part as a white smoking how many of the smoked or smoking now as well for instead in the quoting. هنا انا راح اشوف البيشنت هذا يدخل له لا، ومو شرط الا حاليا لا، حتى لو سابقا، انه اشوف ايش قد كان يدخن، ايش قد يدخن باليوم، انه social history ينطيني information عن البيشنت incubation، يعني البيشنت وين يشتغل، هذا البيشنت مكانه بعيد له لا، فمثلا اذا انا احتاج الى علاج يحتاج الى اكثر من visit، فهذا البيشنت يقدر انه يجي كل visit له لا، حتى انا اسوي على تعديلات على التريتمنت بلان مالتي، واخلي البيشنت مثلا اقلص عدد الجلسات مالته اذا مكانه بعيد. عندي مثلا اشوف مكان الشغل مالت البيشنت حتى اشوف شنو ممكن اسوي له من علاج يفيده، مثلا البيشنت اللي ويند انسترومنت بلاير، دول العازفين الموسيقيين لازم انه هو يحتاج الاستاتيك اكثر بالجوب مالته، فانا لازم يعني اعالجه بشكل استاتيك وحلو. A social history provides information about the patient available for attended appointment مثل ما قلنا and identify issues such as the stress on the patient life، يعني أنا أشوف البيشنت هذا حسب الشغل مالته عنده stress، هو اللي مثلا يسوي له clenching، عنده مشاكل أو مرات بعض البريدونتال ديزيز تجي بسبب الستريس، مثلا نوع من أنواع الجنجفايتس تجي بسبب الستريس، إذا قللت الستريس هذا راح تتعالج بالإضافة إلى بعض التعديلات اللي تصير. فهذا البيشنت تشوف هذا مكانه او امله انه هو ستريسفول لولا، وهكذا هذا هو السوشيال هيستوري. الشغله الرابعه اللي يحتاجها اخذنا ميديكال هيستوري، دنتال هيستوري، وسوشيال هيستوري، اخذنا هيستوري، هذا خلصنا من الهيستوري. راح اجي الى فد شيء يساعدني اول ما ابدي اسوي اريد اسوي examination للأورال كافيتي، وهي الكاستس. هنا الكاست اسوي اخذ طبعا للأبر واللور تيث واشوفهن، احولهن الى كاست واشوفهن. هنا راح يفيدني بشغلات، اول شيء indicated the positional gingival margin، يعني انا اشوف اذا عندي resection او لا، the positional inclination teeth اذا عندي به الميلان او لا عن الحد الطبيعي، the proximal contact بين التوث اشوفهن، the forward impaction area يعني مثلا عندي مثلا بين ال 4 و 5 teeth اكو فد open contact بيناتهم، open proximal contact، فهنا هذا راح يصير بها full impaction وراح يصير عندي class 2 caries بالاثنين مثلا، هو هاي full impaction areas. بعدها ينطيني شنو، ينطيني provide a view for lingual and lingual caspal relationship، هنا أنا يعني العلاقة مع الأسنان خاصة posterior teeth، راح أشوف إيش قد يعني الحجم مالتهم والكاسبات مالتهم، العلاقة بين الكاسبات الأبر واللور وهكذا.
The cost and important cost are important for regard for identification before the assertion by treatment. يعني أنا مثلا أشوف إنه هذا الكاست من أخذته قبل العملية، قبل أسوي العملية، بعد ما سويت العملية مالتي أقارن قبل وبعد وأشوف. هنا هم قلنا هو ينطيني visual as in decision and of the patient and useful for pre-treatment and post-treatment. مثل ما قلنا أقارن قبل وبعد. وقلنا أيضا هم comparison يعني نخليه فد reference للrecord visit. يعني من يجي للpatient أريد أشوف متعرج لولا أرجع للcast، يعني أرجع للقبل قبل لا سويت العملية اللي هي الموجودة على diagnostic cast اللي هي أخذتها بالبداية. They are also useful for or helpful in determining the position of the implant placement. يعني مثلا على تسوف زراعات هذا البيشنت هم أقدر أحدد المكان مالتنا على الكاست وأشوف علاقتهم ويا الأدجيسنت ويا الأوبوزينج تيث وهكذا. بعد شنو أحتاج إلى شيء جدا مهم اللي هو الانترو أورال راديوغراف. الانترو أورال راديوغراف خاصة بانوراميك، يعني خاصة الراديوغراف البري أبيكال. هنا عندي الحد الأدنى أو يعني أقل شيء أخذ 14 انترو أورال فيلم، 14 فيلم، 4 منهم بوستيرير اللي هو يكون باي توين فيلم. البانوراميك راديوغراف أيضا كلش مهمة وهي سمبل، وهي تنطيني فد مدى واسع للأورال كافيتي وأقدر من خلاله أحدد البون هاي، أقدر من خلاله أحط اليوكاريت، البوزيشن مالت التوث. نقدر نقول عليهم they are useful for the detection for development anomalies pathological lesion of the tooth and the fractures. إذا عندي وكذلك تنطيني information of our radiograph pictures and distributes the severity for the bone destruction and periodontal disease. هنا هذا البانوراميك راديوغراف تتفوق على الراديوغرافات الصغار البيري أبيكال أو البايت وين بأنه هي تنطيني مدى واسع للأورال كافيتي، راح أقدر من خلالها أكتشف الليجن، راح أقدر من خلالها أكتشف الفراكتشرز اللي صاير بالفك أو بالأسنان وهكذا. الكلينيكال فوتوغراف هذا الفوتوغراف العادي الملون اللي اخذه بالكاميرا، هنا هذا يعطيني الريكوردينج فور ذا ابييرنس فور تيشو، يعني يعطيني صورة الخاصه للسوفت تيشو وشكل الاسنان، وهنا يعطيني مثلا معلومات عن الاريا اوف ذا جابر ريزيشن فرينال انفولفمنت البابيلا لوس. هنا يعطيني هم اقدر استخدمه كصوره قبل وبعد، يعني كمقارنه قبل وبعد. وأكثر شيء هو ينطيني الجمالية، يعني أقدر من خلاله أشوف الجمالية أو شكل الأسنان الأبيرنس. الأورال إكزامينيشن، هسه وصلنا للأورال إكزامينيشن اللي هو كلش مهم. شلون راح أسوي الأورال إكزامينيشن؟ الأورال إكزامينيشن أول شيء ألاحظه هو الأورال هايجين. مثل ما قلنا إنه الأورال هايجين كلش مهمة، تكشف لي من خلالها إنه البيشنت مهتم بأسنانه أو لا، البيشنت راح يفيده هذا العلاج أو لا. الأورال هايجين هي cleanliness of the oral cavity operation for the term and extent and accommodation for the food debris block with two surface stain. ألاحظ من خلال التصبغات كمية البلاك الفود debris إذا أكو، أستخدم disclosing solution أو disclosing agent اللي هو عبارة عن فد مادة أخليها، يعني هاي المادة تجي على شكل باودر تجي على شكل سائل، أخليها على surface مات التوث وأشوف إنه المادة اللي تتلون أو المناطق اللي تتلون معناها ما بيها بلاك. هذا الملاك ممكن أنا ما أشوفه بعيني، بس أنا من أخلي هاي المادة راح تلونها، يعني المادة المتلونة أو المنطقة المتلونة هي المنطقة اللي تحتوي على مادة الملاك. هنا أنه أنا يقول عندي بعض الديزيز البريدونتال ديزيز ما لها علاقة بالبلاك، يعني مثلا بلاك كلش قليل أو ماكو بس هو عندي بريدونتال ديزيز. مثلا عندنا الأكريزيف بريدونتايتس أو ديستركتيف تايب أو البريدونتايتس اللي هو يكون البلاك بي كلش منما، فهذا يعني انه البلاك علاقته ويا البيريتونال ديزيز مو كلش وثيقه. صح عندي انا بعض البيريتونال ديزيز يعتمد لها على البلاك او هي تصير بسبب البلاك، بس بعضها مثل الاجريسيف بيريتونتايتس اللي خاصه يصير عندي باليانج بيشنت، هنا البيشنت يكون هيلثي واسنانه نظيفه وملتزم بالتفريش وكل شيء، بس هو انت خلل مناعي، هذا الخلل المناعي هو اللي يسوي له عندي بيريتونال ديزيز. عندنا بعد نلاحظ المال ادر، مثل ما قلنا انه الباد تيست مالت البيشنت ممكن تدل على انه هذا البيشنت اما عنده مشكله بالاورال كافيتي نفسيته او عنده مشكله سيستميك، يعني مثلا بالجي اي تي، وهاي الجي اي تي بسببها انه هذا البيشنت
راح يعني يصير عنده فد باد أدر بالفم مالته. لذلك إنه لازم أحدد إنه هاي البيشنت عنده بسبب فود امباكشن أو بسبب كاريز موجودة داخل الفم، لو هي عنده فد مشكلة مثلاً ديابيتس، مثلاً مشكلة برينال سيستم، يعني أخذت ميديكال هيستوري ولاحظت الأورال كافيتي مالت البيشنت، على أساسها راح أقدر أحدد إنه هي هاي إكسترا أورال أو إنترا أورال. طبعا الاكسترا اورال يسمونها ريموت لان هي ما جايه من الاورال كافيتي وانما من خارج الاورال كافيتي، بس هي يعني جاي تضرب على الاورال كافيتي. بعدها راح اسوي اكزامينيشن للاورال كافيتي. طبعا الاورال كافيتي من اريد اسوي له اكزامينيشن لازم اسوي انتاين الاورال كافيتي اكزامينيشن، يعني كل الاورال كافيتي كل شيء موجود بالاورال كافيتي الاحظه. ابدا من الليبت الفلور اوف ذا ماوث التونج البلت الاوروفارينجيال ريجن، اشوف كميه ونوع السلايفة the quality and quantity of the saliva، لأنه بعض المشاكل systemic disease راح تأثر على السلايفة. مثلا عندنا جوغرين سيندروم هي حالة تصيب الجسم بشكل كامل، تظهر بعض العلامات. من أهم الأورال manifestation مالته هو قلة السلايفة أو عدم وجود السلايفة، لذلك يستعين البيشت بأنه يجيب سلايفة يعني سلايفة اصطناعية artificial saliva حتى يتخلص من جفاف الفم اللي ممكن يؤدي الى كاريز ومشاكل بالبريدونتال يعني مشاكل بالبريدونتال ديزيز. ايضا انه دنتست لازم يلاحظ كل الباثولوجيكال تشينج اللي موجوده بالكافيتي بالاورال كافيتي. ايضا اسوي اكزامينيشن للليمف نود. الليمف نود اللي موجوده بداخل الاورال كافيتي وحوالين الاورال كافيتي اشوف ان اذا بهن في التضخم، هذا التضخم انا لازم اسوي له بالبيشن حتى اشوف اذا هو يعني الطبيعه مالته مالجنسي او بيناين. من اهم الامراض اللي او البريدونتال ديزيز اللي لها علاقه ويا الليمف نود انلارجمنت، يعني يصير عندي تضخم باللارجمنت انلارجمنت بالليمف نود لما يصير عندي هاي ديزيز. منو هن؟ هن البرايمري هيرپيتيك جينجيفال ستوماتايتس والنيكروتينايزنج السيريتيك جينجيفايتس والاكيوت بريدونتال ابسس، لان كلهن يكون مترافقات وياهن الليمف نود انلارجمنت. بعد ما يعني بعد ما اسوي علاج لدول الامراض او اي امراض مثلا مالجنت ميتاستاسيس ريزيدوال فايبروتيك تشينج انفكتوس ديزيز، لاني كلهن لما اسوي لهم علاج مضبوط سكسسفل ثيرابي، هذه الليمف نود اللي صار بها انلارجمنت تستعيد شكلها الطبيعي وترجع الى حالتها الطبيعيه بعد دايز او ويكس. بعدها راح اسوي اكزامينيشن بعد ما خلصت يعني اكزامينيشن للسوفت تيشو اللي موجوده حوالين الاسنان، راح اسوي اكزامينيشن للتيث والامبلانت اللي موجودين. الاكزامينيشن للتيث، التيث ار اكزامد فور كاريز فور ريستوريشن، مثلا اذا عندي ريستوريشن اوفر هانك ديفلوبمنت ديفيكتس انوماليز اوف ذا توث، اذا عندي مثلا اسنان زايده اسنان بها شكلها مو طبيعي، واذا كان عندي ويستنج هسه راح نعرف شنو هي ويستنج. إذا عندي هايبر سنسيتيفيتي يعني أسوي فور إكزامينيشن مثلا أسوي سبراي هواء على الأسنان مال البيشنت وأشوفها عندها هايبر سنسيتيفيتي ولا، وإذا عنده بروكسيمال كونتاكت ريليشن شيب يعني إذا عنده أوبن كونتاكت، إذا عنده تايت كونتاكت، إذا عنده أكشف بعد أكتشف شنو ستيبلتي البوزيشن والنمبر مالت الإمبلانت إذا موجودة عند إمبلانت وعلاقته مع الأجيسنت تيث وحتى علاقته مع الأوبوزينج تيث أو أوبوزينج إمبلانت إذا عندي. الويستنج مالت ديزيز، الويستنج هو عبارة عن شنو؟ هو عبارة عن gradual loss of the tooth substance، يعني هو عبارة عن loss صاير بالtooth surface بس هو مو ما له علاقة بالكريز أو يعني فد ميكانيزم مغاير الميكانيزم مالت الكريز، يعني صار نقصان مثلا بحجم التوث بشكله، صار عندي مثلا يعني مثل ما يقول يعني تكسر بالأسنان، صار تكسر ما له علاقة بالكريز. خلينا نشوف شنو هن الويستنج. عندنا ثلاث أنواع رئيسيات هي الإيروجين والأبريجين وعندنا الاتروشن. خلينا نعرف كل واحد. الايروجين هو عبارة عن شاربلي ديفاين وود شيب موجود بمنطقة السيرفايكل، هي مثل يعني مثل السن المأكول، مثل كأنه يعني مكشوط يعني مكشوط السيرفيس مالته مثل ما يقولون، خاصة بجهة الفيشيال سيرفيس بمنطقة السيرفايكل. الشكل مالته يكون وود شيبت هيجي يعني كأنه هو مثل الوجه.
هذا الايروجين هو السبب مالته الرئيسي غير معروف، بس هو يقولون انه هو بسبب الاسيديتي او يعني الاسيديك سلايفري سكريشن اللي يصير، يعني الحموضة اللي موجودة تسوي له ايروجين. عندنا نوع ثاني من الويستنج هو الابريجن. الابريجن هو نفس الايروجن نوعا ما، لكن هذا يكون منطقة السيرفايكل، لكن يشمل جزء من الروت أكثر مما يشمل جزء من الكراون، يعني يشمل جزء من السمنتوم أكثر مما يشمل جزء من الإنامل. هو عبارة عن ديتشنج أراوند ذا سمنتو إنامل جونكشن. هنا هذا كلش راح يسوي لي هايبر سنسيتيفيتي عند البيشنت، لأنه راح يتعرض السمنتو إنامل جونكشن يعني تكون مكشوفة، يصير بها ريسيشن، تكون مكشوفة. هاي المنطقة إذا مكشوفة يصير عندي هايبر سنسيتيفيتي عند البيشنت. السبب شنو؟ انه هو بسبب بعض العادات الغلط مثل التوث بروشينج اللي يكون اجريسيف، يعني هوريزونتال او اي اكثر شيء بالميكانيزم مالت التوث بروشينج اللي تكون هوريزونتال، يعني يكشط البيشنت يكشط بمنطقة السيرفايكل حد ما يصير عندي هذا الابريجن، فلازم اعلم البيشنت انه يفرش بالطريقة الصحيحة. بعدها ان الابريشن الانساس الاجاكر از از ريسات فور الهابت مثل الهولدنج اوبجكت البروب بين تاك بتوين ديت، يعني مثلا انا هذا الابريشن ما يكون بس بالسيرفايكل، لا بالسيرفايكل هذا يدل انه عنده هابت مثل التوث برشنج اللي يكون اجريسيف، لكن اذا كان منطقة الانساس هذا مبين من شكله انه يكون عبارة عن وش شيء او يكون عبارة عن سوزر شيب، هنا هذا أتأكد إنه هذا البيشنت مثلا مخلي بينصل بين أسنانه أو بينز أو تاكس يخلوها بين الأسنان ويضغطون عليها مثل دول البيشنتية اللي يفتحون على بالعصير الكولا بأسنانهم، دول يصير عندهم مثل هذا الويستنج. الاتروشن شنو هو؟ الاتروشن هو عباره عن تعاقب بالسين، هو عباره عن اوكلوزال وير ذات ريزلت فروم ذا فانكشنال كونتاكت وذ الاوبوزنج توث. ذا فيزيكال وير باترن مي بي اكور ان انسايزل اند اوكلوزال اند ابروكسيمال تو سيرفيسز. هنا هو عباره عن لوس صاير بالتوث بس من جهه الاوكلوجن، يعني هذا انا اعتقد انه يعني لازم اخلي بالي انه هذا بسبب عند الاوكلوجن بخلل يصير بمنطقة الانسايزر بالانتيريور تيث ومنطقة الاوكلوزال سيرفيس بالبوستيريور تيث. هذا هنا ايش راح يصير؟ يصير عندي وين ذا اكتيف توث جريندينج اكرز، يعني من يصير عندي كلينشينج بين التيث خاصة دول البيشنتيه اللي يعانون من ستريس او البيشنتيه اللي يعانون من فد خلل بعضلات الماستيكيشن ماسل او خلل بالتي ام جي. هنا هذا البيشنت راح يضغط، يبقى يضغط بين الاسنان خاصة اثناء النوم، هنا هذه راح يصير عندي اتروشن بين الاسنان. شلون شي يصير؟ يصير عندي اكسبوزد للدنتين اللي موجودة لانه الانامل راحت، يعني صار بها تآكل فتطلع الدنتين. دنتين لونها يلو فيصير يلوش براون ديسكولوريشن بهذا التوث. المناطق اللي يصير بهن هذا المناطق اللي يصير بهن اتروشن هو يسموها الفازيتس. هنا لازم اني اخذ هيستوري من البيشنت مضبوط، اشوف عنده كلينجينج، عنده ستريس، عنده مشاكل بالتي ام جي، عنده مشاكل بال عنده سبازم مثلا بالماسلز مالت الماستيكيشن، اخذ هيستوري مضبوط حتى اتوصل الى نتيجة مضبوطة. الهايبر سنسيتيفيتي مالت التوث هو بسبب الجنجيفال ريسيشن اللي تصير، يعني يصير اكسبوزد للروت او اكسبوزد للسمنتو انيمال جنكشن، هنا انا راح يعاني البيشنت من هايبر سنسيتيفيتي، فانا لازم اسوي اكزامينيشن لشنو اللي خلى الجنجيفال ريسيشن يصير حتى اعالجه. التوث موبيليتي، هنا التوث موبيليتي هي يعني تجد عدة اسباب. التوث هاف ا سلايد ديجري اوف فيزيولوجيكال موبيليتي، انه هي كل توث موجود جسم الإنسان أو بالأورال كافيتي مالت الإنسان هو يمتلي فري بايزولوجيكال موبيليتي، يعني هيك حد صغير من الموبيليتي. هاي الموبيليتي أكثر شيء لاحظها بالمورنينج، أثناء المورنينج. ليش؟ لأنه البيشنت كان نايم فيقعد، أول ما يقعد ألقى موبيليتي بأسنانه. السبب إنه ما كان أكو فت ستريس مال أوكلوجن بين الأسنان،
هذا يعني ورا ما يوصل ورا ما يتريق ورا ما يوصل الظهر هنا تقدر الموبيليتي لأنه صار عليها يعني على الأسنان صار ستريس وظل يعني ظل يصير عندي فانكشنال ريسبون للبي دي ال اللي موجود حوالين الأسنان فترجع الموبيليتي طبيعة أو أصلا ماكو موبيليتي. هذه الموبيليتي لها طبعا درجات كل يعني جريدات بعدين راح تعرفوها بالمحاضرات اللي جاية. على أساس هذه الجريدات راح أصنف إنه هذه الموبيليتي يعني طبيعية دول لا يعني اكسسيف وتحتاج علاج. البيشنت اللي عنده البيشنت اللي عنده كلينشينج أو بروكسيزم هنا الموبيليتي تكون يعني تختلف عن البيشنت الهيلثي. بالأسنان الأمامية anterior teeth single root أو حتى المولرز اللي يعني الروتات مالتهم هو ما بيهم كيرف هنا الموبيليتي تكون أكثر. ليش؟ لأنه single root ويعني يتحرك مو مثل الكيرف إنه الكيرف يكون داخل بالبون وشوية ثابت مثل الشجرة اللي بيها جذور هواية. الشجرة اللي جاية عدل بيها جذر واحد وداخل اللي جوا هاي إذا مثلاً إجا هواء أو جت عاصفة راح حتى تنقلع من مكانها بينما اللي بيها جذور متفرعة هاي راح تكون نابتة. فمثل هسة الأسنان اللي بيها أكثر من روت تكون يعني متفرعة بداخل البون والستابلتي مالتها قوية. السبب مال الموبيليتي إنه أول شيء ممكن يصير عندي لوس أو the tooth support يعني عندي periodontal disease مثلاً عندي تروما أو شيء صاير بسببها بون لوس يعني عظم نازل فهذا العظم النازل يعني نزل وياه البي دي ال يعني ماكو بي دي ال يلزم توث فهنا يصير عندي tooth support losing فهنا التوث يبدي يتخلخل. كذلك شنو يعني علاقة الروت ويا الكراون كل ما كان الروت طويل وداخل كل ما داخل بالبون أكثر كل ما يكون يعني استابلتي والسبورت مالت التوث أقوى لأنه بيدي الله واي حوالينا لازمينة. كذلك التوث وذا شورت التايبر تروت يكون اللوز مالته أو يعني إنه يصير بموبيليتي أكثر مما بالروت العادي أو الروت اللي قلنا بيبوس روت يعني هيجي توث الروت مالته بانتفاخات يعني متفرعات هيجي شوية يعني مثلاً كيرفد أو بيفد بون بروسس داخلة بالبون. هنا البون يعني موبيليتي التوث موبيليتي مال هاي التوثات اللي تكون نورمال سايز اللي تكون يعني تكون بولبوس روت هنا الروت يعني يكون السبورت مالته بالبون قوي فالموبيليتي مالته قليله. لذلك انه انا اشوف يعني التوث هذا شنو يعني اخذ اكس راي واشوف الروت مالته شنو. البيشنت اللي مسوي أورثو هذا يكون يعني فد صاير في يعني خلل بالبي دي ال أكيد من يتحرك يعني التوث أثناء الأورثو من يصير في موبيليتي خلال الأورثو يعني راح يدمر البون راح يدمر البي دي ال. فبعض العلاجات خاصة العلاجات الخاطئة اللي ما يصير يعني يصير تدمير بالبي دي ال بالبون وما يرجع لطبيعته يعني هذا البون مودلينج اللي يصير ما ترجع بصورة صحيحة فيصير عندي بي اكسسيف موبيليتي. ممكن تروما فروم اكلوجن مثل ما قلنا الجريندينج والكلينشينج هنا هذول البيشنت هي اللي عندهم هذا النوع فيصير عندي تروما من الاكلوجن يصير عندي تضخم بالبي دي ال اللي موجود حوالين التوث. تخيلوا انه روت وحوالينا بي دي ال وحوالينا بون هذا البي دي ال بدا يتوسع وبدا يتخلخل بسبب هذا الكلينشينج اللي صار عليه لأنه يعني ما جاي يتحمل ضغط فشنو صار تدمير هذا البي دي ال صار سبورت مالت التوث ضعيف فهنا أنا راح يصير عندي توث موبيليتي وحتى ممكن يصير عندي بون لوس في منطقة الابيكال اريا
بسبب ال widening بال periodontal space. هنا أيضا إذا عندي inflammation حوالين الجنجالة، يعني inflammation منين يجي؟ مثلا عندي بسبب النيكروتيك بالب يصير عندي periapical lesion، بعدها هذا periapical lesion إذا ما عالجته يصير عندي periodontal lesion، فهنا أنا التوث يبدي يتخلخل. كذلك periodontal surgery يزيد من التوث mobility immediately after intervention أو بعدها بshort time. يعني هسا احنا عندنا حالتين تصير عندي بالتوث موبيلتي، تصير يعني حالتين تصير بعدها توث موبيلتي او اثناءها، بس هاي التوث موبيلتي يعني ما تحتاج علاج لانه خلال اسبوعين الى ثلاث اسابيع تروح. اولا العلاج مال البريدونتال سيرجري بعدها راح يصير او خلالها يعني يصير عندي توث موبيلتي. الثانية انه بسبب البريجنانسي او بسبب منسترال سايكل، هاي التغيرات الهرمونية اللي تصير يصير عندي فد توث موبيلتي وقتية بعدها تختفي بعد ما ترجع الهرمونات الطبيعية. بعدها عندي سبب اخير اللي هو باثولوجيكال بروسس. باثولوجيكال بروسس يعني شنو؟ يعني هو مثلا عندي بيريكال ليجن او عندي بيريدونتال ليجن، هنا التوث راح يكون هذا التوث باثولوجي، او مثلا عندي فد اوستيوستوماتايسيس او الفيلار بون ديزيز، هنا هذا التوث اكيد راح يصير ب موبيليتي. العفو اوستيومينايتس اللي هو عباره عن انفلاميشن بالبون اللي حوالين الروت، فانفلاميشن بالبون حوالين الروت اكيد راح يضعف البون، راح يضعف السبورت فيبدي التوث يتخلخل، وممكن حتى يصير عندي روس بهذا التوث لما اسوي له علاج، يعني لما اشيل هذا الاوستيومينايتس او الاوستيوس جرانيليشن تشو راح التوث ما يكون يعني حوالي، خاصه اذا كان هذا الاوستيومينايتس او الفيومن حوالين التوث حوالين الروت مال التوث. اذا شلته سيرجيكال راح التوث يبدي يتخلخل، اذا ما سويت له بون جرافتنج او شيء يعني كعلاج ثيرابي هنا راح افقد حتى التوث. خلينا نحكي عن تروما فروم اوكلوجن. تروما فروم اوكلوجن ريفرس فور ذا تيشو انجري برودوس فور اوكلوجن فورس، يعني كلوز عندي اوكلوجن فورس قويه راح تاثر على البريدونتال تيشو. از ديترماين ذات ذا اوكلوجن از تروماتيك ويذر كوزز فور دامج للبريدونتال ديزيز، يعني انا لما اشوف انه اول اريد احدد انه هذا الاوكلوجن بي تروما او لا، لازم انا شنو هنا اشوف البريدونتال ديزيز اللي حوالين هذا التوث، هل بها ديزيز؟ اذا بها ديزيز معناها هذا الاوكلوجن بي تروما، يعني تروماتيك اوكلوجن. اذا ما بي ديزيز وها يعني طبيعي نسوي تروما فروم اوكلوجن ذا كونديشن اوف بريدونتال ديزيز، مثل ما قلنا بريدونتال فايندينج ذات سكس فور بريزنس اور تروما فروم الاوكلوجن امبرود اكسس تو موبيليتي، يعني انا اذا عندي تروماتيك اوكلوجن راح يصير عندي اكسس تو موبيليتي خاصه بالتوث اللي يصير بي وايدنينج بالبريدونتال سبيس. شلون انا اتاكد انه هذا صاير عندي بي وايدنينج بالبريدونتال سبيس؟ لازم اخذ اكس راي. ممكن يصير ايضا ممكن الاحظ الاكس راي انه فيرتيكال او انجولار بون ديستراكشن اللي يصير عندي يعني بون لوس حوالين التوث وانفرا بوني بوكيت، خاصه بالكالكولس اللي يكون سب جنجايفل، الكالكولس يصير سب جنجايفل اشوف انا ديستراكشن صاير بالبون يكون نوعه فيرتيكال او نقدر نقول عليه انفرا بوني بوكيت. ايضا بعدها راح الاحظ يعني حتى كلينيكالي راح الاحظ باثولوجيكال ميجريشن خاصه يصيرون بالانتيريور تيث وخاصه بالانسايزرز اللي هي سنترال انسايزر، مثل ما نلاحظ باي صوره انه هنا بيريودونتال ديزيز اخذت اكس راي وشفت واجهه بالبي دي ال سبيس ولاحظت انه عنده انفرابوني بوكيت. شلون عرفت انفرابوني بوكيت؟ طبعا عندنا نوعين من البوكيت، عندنا سوبرابوني وعندنا انفرابوني. شلون؟ بالاعتماد على الكريست مالت البون، الالفيلار كريست او الالفيلار بوني كريست، اشوف انه هذا البوكيت صاير البوتوم مالته او البيس مالته صايره فوق الكريست لو تحته، اذا تحته راح يصير انفرابوني. يعني شنو؟ يعني التوث صاير بي بون لوس من النوع الفيرتيكال. اما اذا كان التوث لوس او البوكيت البيس مالته فوق الكريست
راح يكون هذا النوع مال الالفيولار بولوس من النوع الهوريزونتال، ونوع البوكيت راح يكون من النوع السوبرا بوني. فهنا عندنا نوع من النوع الفيرتيكال او الانجولار بون ديستركشن، ولاحظنا كلينيكالي صاير عنده ميجريشن، يسموه هذا النوع باثولوجيكال ميجريشن لانه هو جايني بسبب بون لوس، جايني بسبب بوكيت. ولاحظت بالاكس راي هذا الشيء، لاحظت كميه البون لوس، فمن صار ميجريشن انا لازم اتاكد انه هذا التوث صاير بباثولوجيكال ميجريشن. الباثولوجيكال ميجريشن اوف ذا توث ممكن يجي بسبب هبت هاي، مثلا التوث ساكينج او ان التانك ساكينج. هنا تانك ثراست، العفو، انه البيشنت خاصه بالاطفال اللي عندهم هاي الهبت يخلون اللسان ما بين الابر واللور تيث، يعني او الجماعه اللي يكون التانك مالتهم لارج تانك، خاصه جماعه المتلازمة الداون يكون الفك مالتهم صغير والتانك مالتهم كبير، فالتانك يطلع برا الاسنان، فهذا الشيء راح ممكن يسوي انكلينيشن انتيريرلي للاسنان خاصه انتيرير تيث، فيصير عندي هذا باثولوجيكال ميجريشن. هو عباره عن شنو؟ عباره عن اترشنز في التوث position should be carefully noted particularly in the view for it toward identify abnormal forces. tank thrusting habit or other habit can be contributing factors. مثل ما قلنا انه هاي الهابت المفروض انه انا عندي بعض الاساليب العلاجيه استخدمها من الاحظ الطفل يجي، لان راح يصير عندي pathological migration للتيث. ايضا البريماتور tooth contact بالمستير تيث، يعني بين المولر والبريمولر اذا كان عندي الكونتاكت، يعني ماكو كونتاكت، يعني عندي اوبن بايت بيناتهم، فهنا المندبل راح يتقدم انتيريور للاسنان. المندبل الاسنان المندبل راح يتقدم انتيريورلي بسبب الميجريشن اللي يكون بالبوستيرير مولرز، يعني المولرز راح يصير عندي ميجريشن للليك داون او ميزيالي، فالاسنان راح يصير الانتيريور تيث اللور راح تتقدم انتيريورلي، فهذا الشيء راح يسوي destruction البريدونشيوم مالت المكزيلاري تيث الانتيريور، وهذا هم يسموه الباثولوجيكال ميجريشن. ايضا الباثولوجيكال ميجريشن يمتى الاحظه؟ اذا كان عندي posterior teeth loose، يعني اذا عندي class 1 او class 2 fibrosis، هنا راح يصير عندي flowering المكزيلاري anterior dentition، لانه بسبب يعني الأسنان، يعني الأسنان مفقودة بال posterior teeth والأسنان anterior teeth موجودة، فيصير عندي هنا trauma ما بين المندبلة anterior teeth placing the palatal surface and maxillary anterior teeth، فيصير عندي هنا migration، يعني بفعل الأسنان اللور وتأثيرها على palatal surface مالت الأبر. أيضا شنو عندي؟ عندي pathological migration anterior teeth in a young person may be signs for localized aggressive gingival periodontitis. الaggressive periodontitis اللي حكينا عليه اللي ما عنده علاقة بالبلاك، هذا ألاحظه باليونج patient أو young persons. هنا هو أهمياً مرات يعني بسبب يعني الجنجيفيتس تتحول إلى periodontitis. periodontitis كنا نعرف إنه صار عنده بي بون لوس، بفعل هذا البون لوس راح يصير عندي باثولوجيكال ميجريشن، يعني اسنان تتخربط وتظل تتحرك. سنسيتيفيتي للبركشن، البركشن هو عبارة عن طرق استخدمها اطرق على الاسنان، عندي عندي بركشن هوريزونتال اللي من خلاله اكتشف اذا عندي في المشاكل بالبدي ال، وعندي فيرتيكال اللي يكون على الانسايزل ايج مالت التيث. هنا هذا البيركشن يعني يكشف لي اذا عندي مشاكل بالبيري ابيكال اريا، فهذا البيركشن والسنسيتيفيتي له جدا مهمه انه اعرف ان هذا التوث بمشاكل لو لا، خاصه بالاكيوت انفلاميشن بالبيريدونتال ليجمنت، فلازم اسوي جنتل بيركشن على التوث وبمخت بديفرنت انجلز، يعني هوريزونتال وفيرتيكال بالنسبه للونج اكسس مال التوث، واشوف انه عنده انفلاميشن لو لا، يعني الحساسية لهذا البركشن راح تكون انه عنده مشاكل. لحد هنا خلصنا، نلتقيكم محاضرة جاية، المحاضرة الجاية راح تحكي